بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أمرك يجي هشتي دوهزار بسدوة دو شنبية بران بربسي محرمي هزار وشوار صوت لجواري هجري ينسر درس بستويك لدرس كاني كافيي ابن حاجب حجبه الله وحجبنا عن النار. يكم يتسر باسي ظروف ظروف باس ظروف لو مبنياته كباس من كد منها ديار ظروف هموشي مبني نية هنكي مبنية هنكي معربة والله منها لظروف مبنية ما قطع عن الإضافة ويك الإضافة براوة خوي أصلك قبل كل شيء يا قبل هذا الشيء يا قبل بعد كل شيء كتيك راوة بقبل وبعدو كم حرف جر شبهني علي من قبل ومن بعد اللي برأوا مبني بوه وأجري مجراه هروها وكو قبل وبعدو وايا خراوة شويني قبل وبعدو لا غيرو ليس غيرو حسبو أمانيش هرشان لواقع ليس غيرو ظروف جنية بلام تقريبا مغيلة لإبهام أبيش وإن لم يكن غير من الظروف لشبهه بالغايات بشدة الإبهام الذي بلى بلى شو أشبه بغاياته شو إبهام تيايا أما نشهر مبني كراو واقع حسب يشهر كوا مبني نية عفو هنية ظروف نية حسب كوا ظروفه بلى ما قال تقديري ظرفي بوبكي بلى. ومنها حيث ولا يضاف إلى إلا إلى الجملة في الأكثر حيث زيد قائم حيث ما تجلس أجلس يعني إضافة ولا جملة بلا أكثر بلا جار جارش إضافة أكثر ولا مفرد لا توشتش تيا حيث سهيل طالع سهيل أشريس سويلة باش برام. ومنها إذا هروها لو ظروفاني إذا وهي للمستقبل وداها تبكاره يعني وفيها معنى الشرطي معناه شرطي تياي إذا جئت بابيني معناه شرطي تياي ولذلك أختير بعدها الفعل لدعاء إذا باجوايا فعل بينا أخو قنجي اسم جبه وقد تكون للمفاجأة فيلزم المبتدأ بعدها جاري وهي إذا زيد قائم شاولي مبتدا على دعائي وديت. ومنها يعني جئت فإذا زيد قائم. ومنها إذ للماضي ويقع بعدها الجملتان واتا الفعلية والإسمية. أما أنا إشكالتي يا نعم. ومنها لو بعض ظروفانية أي نو أن للمكان استفهاما وشرطا. مكاره هنرين بو مكانشو بعفو بو استفهامشو بو شرطش. أين بو مكانا أنا يعني كيف وأين هل بجان بو مكانا بهذا ما نكاته بلى منها أين من الظروف أين وأنا وهما للمكان هل بجان بو مكانا جاء استفهاما وشرطا بلى بو استفهام شو بو شرط شاتو أين تكن أكن أنا زيد جاو ليه بو استفهام ومتى للزمان فيهما متى ديش على بو زمان فيهما يعني لا استفهام شو لا شرط شا أيان للزمان استفهاما وادر أم بو شرط بكار نهاتو كيف بو حال بو استيد كما دم بو استيد استيشر زمان الواقعة وكيف للكيف حالك كيف للحال استفهاما أنتو استشوني باش برام أي وقت الاستفهام ومن حيث الاستفهام وحال كوني ذات استفهام بل قال وإنما عد كيف من الظروف كيف بولا ظروف لأنه بمعنى على أي حال بمعنى على أي حال هاتوا يا حال ظرفة ومذ ومنذ بمعنى أول المدة ما رأيته منذ يوم الجمعة يعني أول مدة عدم رؤيتي له يوم الجمعة أجر وابو فليهما المفرد مفرد معرفة بدو ينادي ما رأيته مذ يوم الجمعة باشا معنى جميع مديش يتري فيليهما المقصود بالعدل ما رأيته مذ يوماني مذ يوماني
سأبيني جميع مدك بدوايا هاتوا البلامة بين مقصود بعددك إيش بيانك مذ يوماني مذ ثلاثة أيام ثلاثة أيام بلى أسبوعين آه وقد يقع المصدر أو الفعل أو أن أو إن جاري وهي أمانة بدوايا نادي مصدر يا فعل يا أن يا إن وكات فيقدر زمان مضاف زمان مضاف بدوايا دي لصحة الحمل فكان التقدير فيما فرحت مذ ذهابك يعني مذ زمان ذهابك أو تاني الزمان مقدرة أو زمان مضاف بولا ذهابك بل تقديرة إن حسب كراوة مذ ذهابك يعني مذ زمان ذهابك باش أبرام جاب زانم في النمنين هنا وتبو أو نمدوانا وهو مبتدأ كلمي مذ 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 مبتدأ وخبره ما بعده ما بعد كي أبي بخبر فإنه بل عليه خلافا للزجاج زجاج وأنا عليه فإنه يجعل ما بعدها مبتدأ وهما خبران مقدمان ويليت مذ يوم الجمعة أي يوم الجمعة أول مدة ويومان جميع المدة بو عليه مذ منذ نكيرا دي نكيرا ناقن جبت مبتدا بل ما بعدهما معرفة مذ يوم الجمعة شاولي يوم الجمعة يا مذ يوم الجمعة أو يوم الجمعة مضافة ومعرفة يا هجنة بمخصصة لو كانت أو باشترى بكين بمبتدا مذ منذ كين بخبر بلا زجاج وعلي ومنها لظروف مبنية لد ها لدا لدن جاء لدن اصطلاحات تيايا بلين كمال اللغات لهجات تيايا لدن لدني لدن لدني لد لد لدو أما أنا هميان ظروف شنتي بمعنى عندي معنى ظرف مبنية اللي هو إنما بنيت لدى ولدن لأن من لغاتها لد الذي وضعه وضع الحرف عليك الوضع كان وضع حرف وقيس الباقي عليه ماشي أبرام ومنها قط ما رأيته قط قط يعني الماضي المنفي ما أراه عوض يعني نام لمودوا أبدا بيبينم لمودوا بيبين ماشي أبرام والظروف المضافة إلى الجملة هروها لو ظروفان ظروفك إضافة أكرب لاي جملة وإذ يجوز بناؤها على الفتح وكذلك مثله أما عفوا والظروف المضافة دو مبتدايا أما خبرك لدواء هاتو عطفني أبو سرب آني بيشو ألي والظروف المضافة إلى الجملة وإذ أما يجوز بناؤها على الفتح دروس مبنيان كين لسر فتحة وكذلك مثله أين إذ شون مبني كين لسر فتحة يا ريتشي علي إذا يجوز أنه ويعلم من قوله يجوز أنه يجوز إعرابها أيضا قيناه بس إعرابها اسما بس مستحقا للإعراب ولا يجب اعتبار أول نعم بس تو بمبنيك لسر فتحة من أول ما هي شو مبنيك لسر فتحة وظروف المضافة إلى الجملة وكو حيث وإذ يجوز بناؤها على الفتح وكذلك مثل وغيره مع ما يعني مثل أقل ما إلى قلابي يا إني إلى قلابي ويا أني إلى قلابي نموني بونا هنا وين التوا لايتوني نمونا عليه وإنما بني لإضافتهما إلى الجملة صورة وشبهها بالظرف للإبهام أوان انت الآسانة يسأل مثل غيراء أتواني بمنيك إلى سر فتحة مثل ما إن ما إن أن ما وإنما بلا. ذكر بناؤهما في بحث بناء الظروف وإن لم يكونا من الظروف ضمنا لكونهما مشابهتين بالظروف مشابهين بس إذا كتون علي إذ شون مبنيك إلى سر فتحة إذ ما إذا ما
إذما والله ينازل مو النهاية تسلي هذا بيني بيت مو إذ مبني بلا سرطان صحيح شنين أسر زمان بل إيه المعرفة مبنيات توابوكم هذا سر معرفة ونكرة كدوباسي سر بخونه لا مباحث اسما لما في ما نهم مباحث اسم ايش تنات من تصير فعل المعرفة ما وضع لشيء بعينه او تاني سميران او تاني بوتو دان راو ومن دان راو اگر ميلان ترما انها بوضع شي تر دان راو باشا بوضع كيتونية وهي معرفة كان مضمرات اعلام مبهمات وكو اسماء اشارة وموصول وما عرف باللام يا بالنداء يا زيد والمضاف الى احدها معنى بشرت اضافه كاضافه معنوي بوشن جمخون معنى لبعث اضافه اضافه دو جور اضافه لفظي بس لا يفيد الا التخفيف اضافه لفظي لا يفيد كوتانك اسمك فاعل يعني مشتق اضافه بكره لا يفيد الا التخفيف كاب مفيد بتعريف نية يا كم يعني دار علما علم لهم يعني بلى وكم ميلانك كوتمان بلام غير متناول غير متناول غيره بوضع واحد إذا قال ميلان ميلانة البقدات هو موضعي إمنية ودايك باوشي كتنا بالنهار وأعرفها أعرف معارف مضمرة أنا متكلمة باشا أنت مخاطبة أما تواو ذول لسر معرفة أن الرويوة يتسلنا كلا ما وضع لشيء لا بعينه الرجل أمو الرجل أقريت وبالي أسماء العدد ما وضع لكمية أحد الأشياء يقدوسه وأصولها أصول عدد كان لهم لغة كان شهر واي دوانزي بلي واحد إلى عشرة ومائة وألف أما عددهم يعني نعم بلا مثل واقع وانا ما يسمى مليون جمال بودر أسبوع مليار جمال بودر أسبوع أما بس أصل جماري أخدي أصل جماري أو سهر مائة وألف أبو يعني ألف وألف ليس مليون هي أي زياي كذو مليار هي نعم أنا تتريش منو تونا إزال باش أبرام كابلا جولي ابو زلامه وتبوي مليار دولار وتبوي والله هيك هو مليار ايش ناوي تبو هذا مليون يبدو تبو مليون دولار والله ام كلمه توي هلا صلوات بستوما من لبارو فول انا بستوما تصور منك كذا كاس مليون دولار يا ابي بس بستوما جانا مليون صلوات زياده في الامر سلوات يا بريم دولة منانية مو مسؤولانية ما مليون بلانة بشوكة دايبرا تقول واحد اثنان بومذكر واحدة اثنتان بس ثنتان شاتوا بومؤنثة ودو أنا هاتوا تخفيف أوا ثلاثة إلى عشرة بومذكر ثلاث إلى عشر مؤنث أحد عشر إثنى عشر بو مذكر إحدى عشرة إثنتا عشرة بو مؤنث ثنتا عشرة إشاتوا ثلاثة عشر إلى تسعة عشر بو مذكر ثلاثة عشرة إلى تسعة عشرة بو مؤنث بلام تميم تاقتي أوهم حركي أني عشرة ألن عشرة بو أوي توالي شوار حركة نبي عشرة باش أبرام لمؤنثة كسر الشين في المؤنث بس المؤنث شو وادي هذا باش أخو أو تيكل مذكرة هيا لمؤنثة النية يعني لمذكرة توالي أربع حركات به وعشرون وآخر نعم الله في إحدى عشرة في إحدى عشرة وثنتا عشرة ليع ليع أوان شينك تنجي ليع توالي أربع حركات به إحدى عشرة ثنتا عشرة بله وعشرون وأخواتها فيهما لهردو كان مذكر مؤنثة وأحد وعشرون وإحدى عشرون أما نخرون بله ثم بالعطف إمجاك وابك عطف خيت بيني يعني بنفسي لفظي ما تقدم
إلى 99 مثلا علي أصلا غير 9 مع 90 هو علي 99 يقوى يعطف داعني 99 علي شي علي 91 92 93 94 إلى آخره باش إبراهيم مجابوا هردو يعني 100 و1000 و200 و2000 فيهما أبو مذكر ومؤنث ثم بالعطف على ما تقدم علي 1001 1002 1002 واتا كوتاي باش إبراهيم بلام لثمانية عشرة دروس بلي ثمانية دروس بلي ثماني وشذ حذفها ثمانة بفتح النون ثمانة عشرة هيا بلام شاذة جاء تمييز أعداد ومميز الثلاثة إلى العشرة مخفوض ثلاثة رجال مخفوض مجموع لفظا أو معنى جاري وهي مجموع معنوية وكتشي نين السيوة إلا بثلاثمائة فلا وقري هل مجموع لفظا أو معنى لا والله يرى نين السيوة مجموع لفظا وكو ثلاثة رجال ثلاث امرأة ثلاث امرأة ثلاث امرأة والله يرى هنا شي هنا تسعة رهط تسعة رهط أو مجموع معنى باش أخونا علي ثلاثة رهط لمعنى يا أخوي بو جمع بكاري بلا بلا أخينا أي يسبو ثلاث امرأة علي ثلاث امرأة يا ثلاث امرأات هل علي امرأة تلتي ايش مجموع معننا رجل رجال هي بس امرأة كوا امرأاتي هاتو ناتو بلام لثلاثمائة إلى تسعمائة قياسي وابل مئات ومئين بمجموعي كثيرا مئة مستثنايا مجا مميزي أحد عشر بو تسعة وتسعين منصوب مفرد عن ها إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة نيو نعني فرمو نعجات ومميز مئة وألف وتثنيتهما وجمعه وتجمع كاميان مئتين جمع ألف كنت مذكرة ضميرك مذكرة بو ألف شتو بو مئة ناشتو وجمع ألفش مخفوض مفرد عندي آلاف دينار نالي دناني له عندي آلاف دينار ألف دينار مئة دينار مئتا دينار وإذا كان المعدود مؤنثا واللفظ مذكرا أو بالعكس فوجهان هذو يعني تاع الدروس جاء نمني هنا وتلاي من علي عندي ثلاثة أشخاص شنشي أشخاص لفظكي هنا لفظكي مذكرة علي ثلاثة دروسي شاء عندي ثلاث أشخاص من النساء شنشي ما دم معناك مؤنثا دو وجه تياد ولا يميزوا واحد واثنان شنت خوي لواقع اخوان واحد زاني كياك اثنان زاين دويت تم تمييز بوتي تمييز بوتي اكر نوايا رجل رجلان لإفادة النص المقصود بالعدد صياغة الفاعل من الأعداد فاعل شون الأعداد دروسكين لجمارك أنا تقول في المفرد من المتعدد تعددية وايا باعتبار تصيره الثاني يعني تو شون مفردك تاك شونك يبدو علي الثاني من الرجال الثانية من النساء إلى العاشرة لا غير وديارة داء فرق أكل بين مذكر ومؤنث وباعتبار حاله باعتبار أويك أعمى تو يسمى سلائمة كومالا بياو يقدوس يتوى تو أولي أو ثاني أو ثالث ثوانية أولي الأول الثاني الأولى الثاني أو كومالا آفر اليودان الأولى الثاني الثالث إلى العاشرة والعاشرة إيش مجابو مذكر حادي عشرة ومؤنث حادي عشرة الثاني عشر الثانية عشرة إلى التاسع عشر والتاسعة عشرة زائد التاسع عشر هربو مذكرة تاسعة
ومن ثم أي لأجل أن تجري في الواحد من المتعدد الاعتباران، اعتبار التصير واعتبار بيان الحال. تصير يعني بيجر ليك وبدو وجار بيان حالة وتاني خلقك أخوي داني فتو بريز يكتاد علي الأول الثاني الثالث أو بيان حالة. جاء ومن ثم قيل في الأول ثالث اثنين، ثالث اثنين في الأول يعني بو تصير علي ثالث اثنين أي مصيرهما ثلاثة. مثلا من دو طلب لام دانشتوه كشي لنا كاتا طلبيت الهوالم هذا ثالث اثنين. أما دو يكر بسي دو يكر بسي رابع ثلاثة شي يكر بتشوه هو تصيرة مصيرهما ثلاثة من ثلثتهما يعني كرد من بسي. وفي الثاني ثالث ثلاثة أي أحدها لا هر عيني أوا هر عيني أوا يو تشوار كسن دانشتون ليا من عليهم يا الأول الثاني وهذا ثالث ثلاثة هر حالي بو حالج بكاري أنا فأبو هر دروس هر دوكيان. وتقول حادي عشر أحد عشر على الثاني خاصة بس حادي عشر أحد عشر بس بحالة حال بكاره هنري حال من اعتبار الثاني. والتاء للمبالغة خاصة أي مصدر لفعل محذوف أي خص الاعتبار الثاني بذلك خصوصا. والجملة حال كلم هذا حادي عشر أحد عشر على الثاني خاصة لصفة حالة ثانيك اعتبار حالك بو. وإن شئت قلت حادي أحد عشر أما يكيك ليعزدك حادي أحد عشر إلى حادي أحد عشر توي عظامني ألم هذا حادي أحد عشر هذا تاسع تسعة عشر بل فتعرب الأول يعني هذا حادي أحد عشر. أحد عشر كمبنية عدد مركب بس حادي ك رأيت شاوت يلم رأيت حادي أحد عشر معرب يا كم ساك إبراهيم فتعرب الأول. هاتنا سر المؤنث المذكر والمؤنث جاب لراحة زكي بوسي مصنع بوس مرين والله يقدر جميع أبو مصنع يتر باش أروين بس فيانا شو ما تو خوت وبخت إزانم يعني إزانم لدعا قليم ليه مكان المؤنث ما فيه علامة التأنيث لفظا أو تقديرا ما له فيها إشارة زورة وزاني إباش إبراهيم ثم له فيها سنعوي. والمذكر بخلافه مذكر بخلافه أبوي إباش إبراهيم. وعلامة التأنيث التاء والألف مقصورة أو ممدودة حملاء وحمراء جوركان مؤنث حقيقي من هي وكو زينب لفظي من هي وكو طلحة حقيقي ما بإزائه ذكر من الحيوان همو توارون وكو امرأة ناق لفظي بخلافه ظلمة مذكري مؤنثي لفظية عين بلى جاء لواقع لفظيش هي تي لسر هي لسريني سيد لفظية تيشي لسرني مؤنثيش إسناد الفعل إلى المؤنث شون إسناد دي وإذا أسند الفعل إليه فالتاء وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار أي في إسناد الفعل إلى ظاهر وإذا أسند الفعل إليه فالتاء باش إبراهيم أبي تاء بكار بيني علي ذهبت ننا أنت بلا ننا مع جمليت له فالتاء ذهبت زينب بس وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيال إذا قلتوا إيدي وأنت أي ميدان تو لمؤنسك الظاهر غير حقيقي وكو ظلمة بالخيال طلعت الشمس باش إبراهيم جاءت ظلمة جاء ظلمة ستة قوله أنت متلبس بخيارك بين التاء وعدمه
زان انتخوا ظاهري غير حقيقي او اقريتو كتيتيايا وكو ظلمة يا نا اقريتو لانه مؤنث باعتبار اللفظ غير من فيجوز ما في حكمه من مؤنثات فكذلك المؤنث الناقة لانه صارت الناقة فتعني يقول صار الناقة وصارت الناقة شنش حقيقين يو. آه ها الاحتراز عن مضمره نحو الشمس طلعت لا تواني بلاي طلعت الشمس طلع الشمس بس كب الشمس كرو بيش خس الشمس هل بلاي طلعت لا نا بلاي طلع جوانا احتراز عن مضمرة كي هل فإن تاء فيه واجبة الشمس طلعت لكمال الامتزاج وحكم ظاهر الجمع المذكري السالمي مطلقا حكم ظاهري غير الحقيقي ظاهري جمع مذكر وكو مسلمون جاء علي جاء مسلمون حكم ظاهري ظاهر غير الحقيقي شون مظاهر غير الحقيقي في تذكير الفعل والتأنيث جاء الرجال جاءت الرجال وثمان إسناد فعل بلاي مؤنث هوايا نعم أجر فعل إسناد درا بلاي مؤنث تيك ضرورية نعم بلام لا ظاهرة شي غير حقيقية أنت بالخيال طلعت ننا طلعت الشمس طلع بس كان الشمس بيش خسر بلاي طلعت جاء حكم ظاهري جمع مذكر سالم وكو حكم ظاهري غير حقيقي وايا الرجال فعلت يا بلين جاءت الرجال جاء الرجال حتى جاء المسلمون جاء حكم ظاهر الجمع المذكر السالم مطلقا حكم ظاهر غير الحقيقي يعني بلين جاءت المسلمون أو أبي أي سواء كان واحد مؤنثا حقيقيا كالرجال والجمال جمع مذكر سالم عليه جمع مذكر سالم مسلمون أنيا على غير جمع مذكر سالم ما صيّن ما وصل أنا بجلوش أنا ما بجلوش خلينا نروح حكمه وحكمه وحكم ظاهر ال بوم خلينا نروح جاية تقوى وحكمه وحكم ظاهر الجمع غير المذكر السالم لا منوانين وسلا ابو ليه تقدم وحكم ظاهر الجمع المذكر السالم او غيره جيلا ابو سلم ليش هو وحكم ظاهر الجمع غير المذكر السالم او مطلقا حكم ظاهر غير الحقيقي وجاء الرجال وجاءت الرجال حتى مؤنث شويه ضمير عاقل وقال نسوة وقال نسوة في المدينة إيوانية وضمير العاقلين إن بلي. كان الفعل مسندا إلى ضمير الآعل إلى الجمع العاقل غير المذكر السالم فعلت نظرا إلى كونه مسندا إلى ضمير المؤنث وفعلوا نظرا إلى كونه مسندا إلى ضمير يعني بو حكم ضمير العاقل غير المذكر السالم أتواني بلا الرجال فعلت والرجال فعلوا النساء فعلت والنساء فعلنا وإنما قيد الجمع بالعاقل لغير مذكر السالم احتراضا عن نحو الزيدون فعلوا فإنه لم يجوز أن يقال الزيدون فعلت لما مر واي أو جمع مذكر السالم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.